ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السرطان، هنتكلم النهارده على توقعات عام 2023. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم سعداء، عام سعيد وجديد عليكم ان شاء الله، يغير احوال للافضل والاحسن باذن الرحمن. بالنسبه لنا عندنا سنه حرفيا هي سنه رائعه جدا جدا من حيث الامور الماليه، وهيكون فيها عده انقلابات للافضل. يعني ايه؟ اولا احنا بالنسبه لنا اول حاجه موجوده يا برج السرطان ان في مال سوف تحصل عليه. المال ده متعلق بشان قانوني او شان قضائي او ممتلكات متاخده منك هترجع لك. اي اقدر اقول ان احنا عندنا في استرجاع حقوق، واسترجاع حقوق بشكل كتير قوي. بالنسبه لك هيكون عندك القوه في المطالبه بحقوقك، وهيكون عندك اصرار اني اصل الى حقي تالت ومتلت، يعني اصل الى الحق بالنسبه لي بشكل كتير قوي، ما سيبش منه فتفوته. فبالنسبه لك يا برج السرطان هتكون قادر على الحصول على الحقوق. هي سنه المال اساسا، تعتبر من ضمن اغنى الابراج المتواجدين خلال العام، لان حرفيا هيكون عندنا كتير من المكاسب الماليه. اقدر اقول لك كمان ان احنا هيكون عندنا كتير من السعي للاستقرار، يعني بتسعى الى الاستقرار، واكتر استقرار انت شايف ان انت عايز توصل له من بعد شهر مارس هيكون عندك الشعور ده جدا، هو الاستقرار النفسي، اللي هو فيما معناه اني انا ارضي نفسي. ليه بقول لك ده؟ لان انت اول 3 شهور من العام هيبقى في عندك كتير ذبذبه كده، انك هتكون شخص مذبذب، هتحس اللي هو انا ليه حاسس، هتحس ان في حاجه غلط على فكره، او عارف اللي هو مره اكون كويس، مره اكون لا، مره اكون راضي عن شيء، مره اكون مش راضي عن شيء. المزاجيه، عارف مزاجيه الابراج الهوائيه كده، انت عندك المزاجيه دي اول 3 شهور. ليه؟ لانك هتكون مصاب باشخاص حقودين، اشخاص كارهين الخير، اشخاص بيشوهوا سمعتك ويجادلوا ضدك، وممكن كمان تكون معرض لخساره اشخاص، مش لخساره اشخاص، والله انا بشوف ان الناس هي اللي هتخسرك يا برج السرطان. لكن انت هتحس احساس اللي هو انا خسرت الشخص ده. ده اول 3 شهور بس على فكرة، انت من نص شهر مارس هتبدأ تقول يلا مع السلامة، او انا ازعل عليك كتير ليه، ما انا اشوف نفسي بقى. فتبدأ تنتقل على حتة اللي هو مش فارق معاك الناس. بعد ما كان فارق معاك الناس اول 3 شهور وتزعل وتتضايق وليه كده وملهش كده، الا ان هيكون عندك احساس او شعور اللي هو مع السلامة. نبص لنفسنا بقى، نبص للي جاي بقى، نبص لأهدافنا. انت هتقول ده جدا، فهتبدأ ان انت تشوف نفسك، وهنا الانتقالة رقم 1، الانتقالة اللي انت هتعملها لنفسك انتقالة ايجابية. من بعد ان انا بزعل على الناس وبعمل حساب للناس، وان انا ليه الناس تسيء ليا وتقهر فيا وتبقى مش عارفة احقاد وي وي وي، الى انك بتبني نفسك وتشوف نفسك صح وتتميز جدا، تخلي الناس اللي هي جادلت عليك وشوهت سمعتك وقالت وعادت فيكم جدا، هتلاقيهم ان هم جايين يرجعوا وبيبكوا، هيبقوا عايزين ان هم يصلحوا معاك العلاقات مرة تانية، طب نرجع ونتصافى، طب مش عارف ايه. خلي بالكم كتير، لان برضو الاشخاص دي هيسمى انهم اللي في مبدا ما بيغيرهوش، هم ناس استغلاليه جدا جدا، فهيكون عندهم برضو ما زال مبدا الاستغلال موجود جواهم، الا ان انتوا بكامل الوعي يعني مش محتاجين نصيحه، لان برج السرطان هتكون بتتعامل خلال الفتره او العام ده من بعد شهر مارس. انا برضو عايز اقول لكم ان احنا السنه بالنسبه لنا بتبدا حلاوتها من بعد شهر مارس. انت شهر فبراير او النص الثاني من فبراير والنص الاول من مارس بالنسبه لك مش ألذ حاجه خالص. فتره هيبقى فيها عداءات، فيها مشاكل عاطفيه، فيها جدل، فيها بعض الخناقات، الا انك بتكتشف كل شخص. هي فتره بتكتشف فيها الناس، وبعد كده بتقدر قيمه نفسك صح، وبتبدا تقول يلا انطلاق بقى. طيب خلينا نتكلم على الوضع المهني والمالي والعاطفي والجو ده. الوضع المهني بالنسبة لك، الأمور المهنية احنا عندنا هيكون في منصب جيد، خاصة لو انت بتشتغل في حاجة هيبقى فيها ترقية، بالنسبة لك عندك علو شأن جدا. الفترة الأولية أو الربع الأول من العام هتلاقي ان انت بتجهد نفسك قوي، ورغم انك بتجهد نفسك بيقابلك عقبات ويقابلك أشخاص قد إيه يعني يتذلل، أو ان هم بيشوهوا سمعتك، أو ان يتكلموا كلام ضدك مش كويس يعني، إلا ان هيكون بعد كده هيبقى انك قادر على اثبات نفسك صح. عارف الضربه اللي زي ما بتقال كده، ايه الضربه اللي ما تموتكش تقويك؟ ده برج السرطان جدا. الضربه هتقويك، ضربه بقى اللي هي ليها علاقه بامر لفظي، يعني كلمه تتعرضوا ليها او الجو ده، فهتقدروا تثبتوا نفسكم قوي. فلما هتثبتوا نفسكم قوي هتبقوا قاعدين عارفين قعده الشموخ كده والمشيه بتاعت الشموخ، وان احنا
دي مرفوعة، هتلاقي نفسك ان انت مستقوي قوي يعني. فبرج السرطان بالنسبة لك الضربة او المشكلة او الخلاف اللي ممكن يتم اول 3 شهور مع حد من الناس اللي حواليك هتقويك جدا وهتثبت نفسك قوي، وبالفعل هيكون في نقاط هتبقى قادر ان انت تثبت نفسك فيها وتقدر تحقق نجاحات متميزة. بالنسبة لك في منصب ايجابي هتحتله، في بالنسبة لك لو انت بتشتغل في حاجة ليها علاقة بيه اجتماعيا، يعني لو انت بتشتغل وسط ناس او اللي هو ناس، شخص معروف، لو انت شخص مشهور، لو انت شخص في مكانك او عملك بتتعامل مع اشخاص كتير، لو بتشتغل في حاجه ليها علاقه بتسويق، بالنسبه لك هيكون عندك نجاح اكبر واكبر، اسما يعني اسم وقوه ومنصب جيد ومبلغ مالي او مكسب مالي، تمام؟ يعني هتكسب فلوس حلوه. فكتير هيتكلم عنكم بصيغه الايجابيه من بعد شهر مارس، فيتحول الاشخاص اللي عابوا عليك وجادلوا وقالوا فيك عبر يعني الى ان هيكون الاشخاص دي ان هم هيبقوا عايزين يقربوا بقى وعايزين يصلحوا، اللي هو ايه ده انت بقيت كويس، طب نقرب ونصلح اهو، النول من الحب جانب، بيكملوا الاستغلال بتاعهم، الى ان هيكون عندك ان انت فاهم اللعبه كويس جدا. طيب برج السرطان، اذا ده من حيث الوضع المالي، ووضحت لكم ان النجاحات الماليه المهنيه في ايه، اللي هي حاجه ليها علاقه بمنصب او حاجه ليها علاقه بوضع اجتماعي، يعني في ترقيه للناس اللي بتشتغل في مكان عادي جدا، لكن في منصب او مكانه حلوه ورفعه حلوه لو انت بتشتغل في حاجه ليها علاقه بامور اجتماعيه او ناس كتير لاقطينك شايفينك بيتعاملوا معاك. طيب برج السرطان، الوضع المالي، في بالنسبه لكم ميراث بتحصلوا عليه، في بالنسبه لكم مال ليه علاقه بشان قانوني او شان قضائي، في شراكات مهنيه كان فيها ظلم ليكم او ان مالكم كان مسحوب او متاخد، الى ان بتقدروا ان انتوا تستردوا مالكم مره تانيه، بتقدروا ان انتوا تخرجوا من ازمات ماليه، تمام؟ فده بالنسبه لي برج السرطان، لدرجه ان برج السرطان انت عندك مكسب مالي وتعتبر من اغنى الابراج، لدرجه ان انت هيكون عندك مسانده للاشخاص، بتساند اكتر الناس اللي انتوا هتساندوهم من الناحيه الماليه بالنسبه لكم اولاد او الاخوات او الاب والام، اللي هم من اللي ليهم علاقه بالمنزل الخامس بالنسبه لكم، يعني فيما معناه الاولاد الاب والام الاخوات. انا مش عايزه اكلمكم على تاثير حركه الكواكب، ممكن نبقى نتكلم على ده بعدين لما نيجي نقسم، نتكلم على النص الاول من التوقعات اوضح لكم التاثيرات، لان طبعا كوكب المشتري بينتقل لبرج الحوت لبرج الثور من يوم 7 مايو، وده هيبقى فيه تاثيرات مختلفه جدا. المهم وزحل موجود بالنسبه لك ببرج الحوت من بعد مارس، فده بالنسبه لك يعني الامور دي هتدي اختلافات عديدة جدا. المريخ بالنسبة لك هيبقى منتقل ومتراجع في الربع الأول ببرج الجوزاء، وبعد كده يروح تاني بحركة أمامية، وبعد كده ينتقل عندك. في حركة الكواكب تغيرات كتيرة جدا جدا وانتقالية بقى، كل شهر أو كل فترة كده بيبقى في انتقالات زي كوكب عطارد وكوكب الزهرة، ده نبقى نتكلم عنه بعدين عشان بس الوقت ما يسرقنيش. خليني أدخل في الوضع العاطفي. احنا قلنا الوضع المالي، احنا عندنا في مكسب مالي وفلوس جاية لك لدرجة إن أنت هتبقى بتدعم الآخرين. الوضع العاطفي اول 3 شهور هتاخد بالك كويس جدا، لان الحبيب اللي داخل على طمع، الشخص انت بتحبه جدا بس مش شايف عيوبه، مش مدرك عيوبه، ده حذرك وده حذرك وده مش الناس حذروكم، لان انتوا ما صدقتوش التحذيرات، هتلاقوا ان انتوا بتكتشفوا الاشخاص دي جدا، فاذا هيكون عندك اكتشاف للاشخاص المتلاعبين، فهتنهوا العلاقات، هتنهوا العلاقات وهتبقوا مش متأزمين نفسيا، لا للأسف هتبقوا متأزمين نفسيا، ولكن بعد كده هتبدأوا ان انتوا تستقوا على نفسكم، ودي مش طبيعة برج السرطان ان هو يقدر انه يستقوى على نفسه بالشكل السريع، لانك انت من مارس هتبدأ تستقوى على نفسك وتقول لا ده انا لازم بداية جديدة مع نفسي، فبتبدأ ان انت تقول لا انا هشوف نفسي، فبتبدأ تهتم بالنفس جدا، بتبدأ تعوض نفسك كتير، بتبدأ تهتم بمظهرك ولياقتك والمظاهر الجمالية الخاصة بيك، ومن بعد شهر مارس برضو بتدخل في اطار عاطفي جديد، في اجواء عاطفية جديدة، بيبدأ بالنسبة لك من مايو، من فترة اواخر مايو بقى ومن بعد كده شهر يونيو اللي هو النص التاني من العام، بتدخل في علاقة عاطفية جديدة. العلاقة العاطفية دي قد ايه؟ ممكن تكون علاقة صداقة تتحول لعاطفة، يعني علاقات صداقة تتحول لعاطفة، لقاء ما بينك وما بين فلان بيحصل فيه تقرب، فيحصل فيه تقرب أكثر فأكثر، من الوقت ده تلاقي ان انت بتتعلق بيه، يتعلق بيك، فتدخل في اطار عاطفي، فبندخل في امور خاصه بزواج. ده بالنسبه لي برج السرطان، يعني برج السرطان بدايه العام انت هتخرج من علاقات مؤذيه،
من علاقات داخله على طمع. طب العلاقات بقى اللي هي حلوه والعلاقات المميزه، هنحذر من الخلافات والاشخاص اللي هم كطرف ثالث او الاشخاص اللي بيتدخلوا في شؤونك العاطفيه لاجل بوظانه. اي حد عايز يبوظ لك العلاقه العاطفيه الخاصه بيك، فلازم تاخدوا بالكم كويس جدا جدا من النقطه دي، وتبعدوا اي اشخاص عن اسراركم، ما تحكوش اسراركم لحد، ما تحكوش اي حاجه متعلقه ب ايجابيه مع الحبيب، لانك هتبقى منظور جدا خلال الفتره دي، وعندك ممكن تعرض لحسد يساوي سحر، فده يعقرب لك الدنيا. الى ان لو انت يعني حميت نفسك من النقطة دي، هيكون بالنسبة لك بعد كده بتبدأ ان يكون الاجواء تبقى فيها تصالحات، خطوات حلوة. يعني الناس المتجوزين او اللي انتوا فيه ما بينكم حب بجد، انتوا يا برج السرطان هتكونوا داعمين للحبيب، انتوا هتكونوا داعمين للحبيب، دعم بقى مالي، دعم ممكن يكون كلام، يعني بتقولوا كلام في حق الحبيب حلو، بس الدعم المالي اكتر. برج السرطان هيكون داعم للحبيب جدا جدا من الناحيه الماليه، كأن الحبيب ممكن يمر بازمه او يمر بضغط مالي شويه فانت تساعده، يمر بازمه صحيه فانت تقف جنبه، فانت هيكون عندك دعم بالحبيب او للحبيب بشكل كتير قوي جدا، ويزداد بعد كده الوضع محبه اكثر شيء في شيء، فده بالنسبه لك هيكون الوضع العاطفي. طيب ده بالنسبة للوضع العاطفي. الناس المنفصلين اول 3 شهور انت بتراقب الماضي جدا جدا، لكن هيكون بعد كده بتبدأ تقول لا خلاص خليني انظر لنفسي بس نظرة ايجابية، يعني ان انا اشوف ايه اللي ناقصني واكمله، ايه اللي غلط واصححه والجو ده. طيب ده بالنسبة لي برج السرطان في الشأن العاطفي على مدار العام. طيب الوضع اللي ليه علاقة بالنفسية بالنسبة لك، أول 3 شهور نفسية مذبذبة جدا جدا جدا، يعني هتعاني من بعض الضغوط، بعدين تفوق، بعدين ضغوط، بعدين متطلبات، وهتبقى على نفسية متقلبة، إلى إن بعد كده هيكون عندك إن أنت بيبقى عندك ثبات قوي جدا، نجاح قوي، إدراك لي كتير من الأمور. عارفة إن أنا طولت عليكم، التوقعات شهرية نتكلم بشكل تفصيلي أكتر. عامة ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.